الفيلر عايز فن، عشان الضخيه ان احنا نرفع ونعمل التب بالطريقه دي. الفكره مش فكره فيلر اتحط اتحقن وخلاص، لا ده فن. 95% من حالات الهالات السوداء نحقن لها فيلر في الاول. مفيش كريم هدهنه هيرسم المناخير. من يعطي او يحقن فيلر دائم لحاله؟ في العالم كله ممنوع منعا باتا حقن اي شيء دائم في الوجه. الدكتور يحيى حشيش، اخصائي الجلديه والليزر. اهلا بكم. النهارده يوم مهم جدا، وهبداوا ب خبر غريب شويه. ست امراه اسمها نيس، من عندها 50 سنة، ديلي ميل البريطانية قالت انها ما ابتسمتش طوال 40 سنة. نيس ذات 50 سنة قالت انها ما عندهاش تجاعيد في وشها بدون اي تدخلات، عشان هي ما ابتسمت، دربت وشها او دربت نفسها على التحكم في عضلات الوجه، وبالتالي قللت درجة الاجهاد لعضلات الوجه. برضو كيم كارداشيان 34 سنة قالت انها بتقلل درجة الاتساع الابتسامة بتاعتها على قد ما تقدر، بتحاول تتحكم في رينج الابتسامة عشان يقلل درجة التجاعيد. تعرفين التجاعيد تأثيرها سيء جدا، لدرجة انه برضو في دراسة قالت انه الامراض او المشاكل التجميلية الجلدية هي سبب من اسباب الانتحار عند الفرنسيين. الفرنسيين لا يتحملوا انه يكون عندهم مشكلة في البشرة، ما بيتحملوش انهم يكون عندهم تجاعيد كتير، منهم ممكن جدا هذه التجاعيد وهذه المشاكل تدفعهم الى التفكير في الانتحار. طبعا ده بعيد جدا الثقافة العربية او الثقافة الشرقية عموما، لكن ده معناه برضو حاجة، انه التجاعيد شيء مزعج جدا، لدرجة ان ناس ممكن تدرب نفسها انها ما تضحكش. طبعا ده شيء اكستريم قوي او اكسترا اوردينري، شيء غير مقبول كمان ان حد ما يضحكش. الضحك ده شيء جميل جدا، لكن لازم ندرب نفسنا على التحكم في عضلات الوجه. ده اعتقد انه درس مهم قوي من دروس الاعلام والتمثيل، انك لازم تعرف تتحكم في عضلات وشك وتدي التعبير المناسب على عضلات الوش، والا تجاعيد هتغزو. النهارده يوم عن التجاعيد مهم جدا مع ضيفي العزيز عليا جدا، اسلوبه الهادئ الواثق جدا، الدقيق في التوصيف، المتنوع في الطرح، اللي بيوصل للحلول المنطقيه لانها علميه، مش المنطقيه لانها كلام حلو، لا، لانها مبنيه على اسس علميه. ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور يحيى حشيش، اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك، منورنا. بنورك. انا سمعت الكلام الغريب. شفت. هو ما اعرفش، عنديش فكره عن السيده اللي من نيس اللي دربت نفسها. هي اسمها نيس. هي اسمها نيس اصلا. مش من نيس. بس يعني كارداشيان، كيم كارداشيان على الانستجرام وعلى السوشيال ميديا بس كلها. بس هي جامد. تخيل ما بتعملش بوتوكس؟ هي بتعمل بوتوكس، بتعمل كل حاجه طبعا. دوريا ومعروف مين الدكاتره اللي بتعمل عندهم، وهي بتطلع في سناب شات بتاعها. لكن بكنترول ماي ايموشنز او بتحكم في تعبير وجهي، لا دي يعني افوره منها شويه. هي متصوره، كانت متصوره فيديو قريب وهي بتعمل بي ار بي على الفيديو. بي ار بي. ده اشهر فيديو. هو ده لما حد بيقول لنا شفت انت الفيديو بتاع كيم كارداشيان دمه حلو قوي، فامباير فيس ليفت والبي ار بي. احنا بنتكلم النهارده بقى عن التجاعيد باختلاف انواعها. طبعا تجاعيد انواع كتيره قوي، يعني هي مش تجاعيد بس، التجاعيد التعبيريه، التجاعيد الثابته الموجوده في الجلد، التجاعيد اللي متسببه من الترهلات الجلد، انواع كتيره قوي بنعاني منها، سواء مثلا فقدان وزن، سن، شمس، عادات سيئه زي الميك اب، مش عدم شرب الميه، شيخوخه الجلد. كل نوع تجاعيد بيظهر في وقت معين من العمر، متاثر بظروف ومتاثر بعادات للشخص. الست اللي قررت ان هي ما تبقاش بتعمل او تتحكم في نيس اللي قررت تتحكم في تعبير وشها، احنا بنلاقي
ناس فعلا ما عندهمش خالص تجاعيد اللي هي التجاعيد التعبيريه اللي بنسميها، اللي هي لما تندهش كده ترفع حواجبك وانت مندهش تكشر تبقى في ال 111 دول او ال 11 اللي في بين الحاجبين. في ناس كتير ما عندهاش التجاعيد دي، ليه؟ لان هم ما بيستخدموش تعابير وشهم كتير، جامدين. اوكي، في ناس من وهم صغيرين بيبتدوا من وهم عندهم 17 سنه 18 بتبتدي تظهر التجاعيد التعبيريه، ده نوع من انواع التجاعيد. في التجاعيد الثابته اللي بتظهر ممكن مع المرور السن، التجاعيد الخفيفه الرفيعه اللي بتظهر في البشره بتسبب ان الكولاجين قل، ضعف الميه قليله في الجلد، عشان كده دايما بنقول ميه، الشمس، التعرض للشمس ده طبعا بيسرع عجز الجلد وظهور التجاعيد على البشره. مش بتكلم بس على الوش، بتكلم على الوش والايدين والرقبه والصدر، بتكلم على كل الجسم. التجاعيد المتسببين بقى من الترهلات، سواء بقى انا فقدت وزن جامد فابتدى يحصل ترهل للجلد، الوجه ابتدت تظهر التعابير اللي هي التجاعيد اللي بنسميها الابتسامه، خطوط الابتسامه اللي من الانف للفم، البريسالك، الجاولز، الكلام ده كله بتظهر من الترهل. لكل نوع تجاعيد طبعا له علاجه. ف مستنيين نشوف مع حضرتك بقى. احنا النهارده هنعيش مع التجاعيد من ناحيه علميه، كل ست بقى كل راجل مهتم ببشرته يركز معانا قوي عشان يفهم يعني ايه تجاعيد الابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ الشمس مدمر اساسي للنسيج الضام والكولاجين في البشره وبالتالي سبب اساسي للتجاعيد. طبعا اكيد أبيض. طبعا ابيض ابيض معروف، اتكلمنا كتير قوي عن تاثير الشمس السلبي على البشره. طبعا هو له تاثير ايجابي، تصنيع الفيتامين دي، لكن الناس اللي بنسميهم دايما التان لوفرز او محبي التانينج وبيحبوا يقعدوا في الشمس وياخدوا لون برونزاج وفضي والالوان اللي هي بتاعت الصيف دي، يقعدوا على البحر وقاعدين على طول من غير ما يستخدموا سان بلوك، بالعكس بيستخدموا تانينج كريمز والكلام ده كله، ده بيزود، دول بيعجزوا بدري، جلدهم بيضعف بدري، بيبتدي الكولاجين يقل. المشكله ايه؟ المشكله في الاوكسيديتيف ايجنتس، في الاوكسيد اللي هي المواد المؤكسده اللي بتبتدي تظهر من التعرض للشمس، من اليو في اي واليو في بي في الخلايا دي، بتسرع شيخوخه الجلد فتسرع ظهور التجاعيد. طبعا غير التصبغات، غير المشاكل الكبيره اللي ممكن تحصل من التعرض للشمس الدائم المستمر، بالذات الشمس في شمس الصيف اللي هي من فتره الساعه 10 للساعه 2، اللي دايما بننصح الناس فيها ان هم يلجأوا للظل. دايما بننصح ستات البيوت ان هم يبقوا على طول بيستخدموا صن بلوك، الستات اللي بيجي لهم الكلف والكلام ده لازم الصن بلوك، واقي الشمس. ده واقي الشمس ده بقى حاجه اساسيه، يعني ما فيش روشته بتطلع من طبيب الجلديه او التجميل ما فيهاش صن بلوك. انت اي حاجه بتعملها محتاج تكتب صن بلوك، هتعمل بوتوكس، هتعمل فيلرز، هتعمل بي ار بي، هتعمل ليزرز، هتكتب صن بلوك، لازم واقي شمس مناسب لبشره الشخص اللي جاي لك العياده، اللي خارج من عندك، عشان تحافظ على اي تريتمنت او علاج انت عملته له. الشمس بتاثر على كل طبقات الجلد طبعا. تعبيرات الوجه واحده من الاشياء المهمه جدا، زي الابتسام، الحركه، رفع الحواجب، دي بترهق العضلات في النهايه او بتؤدي الى التجاعيد. يعني التعبيرات الوجهيه سبب من اسباب التجاعيد، الكلام ده صح ابيض ولا اكيد؟ طبعا اكيد. يعني زي ما اتكلمنا، زي ما قلنا في المقدمه في الاول خالص، في ناس على طول ما هم بيتكلموا تلاقي حاجب مرفوع، كشروا اكسبرسيف قوي، معبرين قوي بنظراتهم، بحواجبهم، بابتسامتهم، بيحبوا يظهروا احاسيسهم اللي جوه في التعبير على وشهم. فده طبعا عضلات الوجه على طول في حاله انقباض وانبساط، انقباض وانبساط. ايه اللي بيحصل؟ الجلد اللي عليها بيبتدي يكرمش، عمال عامل زي الورقه كده، انت جبتها قعدت تكرمشها وتفتح تكرمش، بالوقت هتلاقي مكان الكرمشه ده ابتدى يترسم على الوش، ابتدى يبقى في خط مرسوم، خط محفور على الوش من غير حتى ما يعمل اي تعبير. لكن الناس الثانيه، في ناس ثانيه زي ما اتكلمنا جامدين، ما بيتحركش، مفيش اي تعبير خالص، تبقى واقف قدامهم، طب انت سعيد ولا متضايق، مبسوط،
زي امتحانات الاورال بتاعت الشفوي بتاعت حضرتك تفتكر الماسك فيس الدكتور يبقى قاعد قدامك هو هو انا بتكلم صح ولا بتكلم اورال؟ امتحان الاورال هو بيطلب من الدكتور انه لا يبان عليه تعبيرات بالزبط. بس هو بيقلبها الى ماسك فيس موتر بس خلاص كده ده غلط. هو يعني في فرق بين ان انا والطالب بيجاوب اعمله كده يعني الطالب المفروض اي طالب انا كممتحن لما بمتحن طالب الطالب هو بيجاوب لازم اعمله كده بس ما اعملوش كده في فرق بين الاثنين. لا 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 في بص شوف في فرق اوقات رعب الفرق في التعبير ملي عشان كده لما بنيجي نعمل بوتوكس دلوقتي بقينا لما بنبتدي نعالج التعبير التجاعيد التعبيريه دي بالبوتوكس اللي هو هي ماده بتعمل ارتخاء للعضله مؤقت temporary weakness احنا مش عايزين نوقف العضله خالص مش عايزين نعمل الماسك فيس ده مش عايزين نخوف الناس اللي رايحين يتعاملوا مع الشخص اللي عمل البوتوكس. البوتوكس لازم يتعمل بطريقه طبيعيه لازم نحافظ شويه على بعض التعبير الشخص يقدر يرفع حواجبه نفقد التعبير او التجاعيد المسببه من التعبير مش لازم نفقدها 100% مش هي دي الطبيعيه مش هو ده الشكل الطبيعي مش هو ده الشكل المريح لينا لما نيجي نتكلم او نتناقش مع بعض فدي لازم بنحطها في اعتبارنا لما بنيجي نعمل بوتوكس. البوتوكس ما بقاش زي زمان الدنيا واقفه خالص اسمنت الوش ما بيتحركش لا في تعبير في حركه ولكن من غير تجاعيد. البوتوكس هو حاله من الحالات الكيميائيه التي تحدث نوع من الارتخاء في العضله بالظبط طبيعي اكيد طبعا في ناس عندها اعتقاد خاطئ ان انا لما بحقن البوتوكس ده انا بضر العضله بالعكس انت اللي بتعمله مجرد ان انت بتريح العضله بتريح العضله لفتره هي ابتدت هي على طول في حاله انقباض تنشن فانت قررت انك تريحها شويه بوتوكس نتيجته تقريبا بتقعد 3 4 شهور بتعمله كل 5 6 شهور الموضوع ما هوش حاجه معقده ما فيش منه اي اضرار خالص ولا مشاكل ممكن تحصل بالعكس انت بتستفيد انك بتقضي على الخطوط المرسومه اللي هي خطوط الجبهه في حاله الاندهاشه او التكشيره او الخطوط اللي حوالين البوتوكس بنستخدمه كمان للتعيد بتاعه الرقبه الدقن مناطق كتير قوي جميل جدا في علاج الـ هو تقريبا العلاج للتجاعيد التعبيريه اللي بنسميها وعلاج لحاجات تانية طبعا مجرد temporary weakness ضعف او ارتخاء مؤقت للعضله انا مش بشيل العضله على عكس ناس كتير قوي معتقده كده. الفيفاتشي تقنيه حديثه تلعب دور كبير في برضه التعامل مع بعض التجاعيد مع التجاعيد الخفيفة مع التجاعيد الغائرة شوية الفيفاتشي ده عبارة عن ايه ده اللي هو المايكرو نيدلينج راديو فريكونسي احنا عارفين مايكرو نيدلينج او اللي هي الـ 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 السنون الميكروسكوبية عارفينها من خلال الديرمارول جهاز العجلة اللي فيه سنون او الديرمابين اللي هو الالم اللي فيه سنون برضو هي دي الفكرة ولكن مضاف اليها تقنية او اللي هي موجات الترددية الراديو فريكونسي من خلال السنون اللي بتدخل جوه الجلد بيبتدي يتم ضخ الموجات الترددية جوه الجلد تحفز الكولاجين جوه الجلد انت بتستفيد من الموجات الترددية في انك بتحفز تقوية الكولاجين اللي في الجلد مستفيد من المايكرو نيدلينج او الشكشكة بتاعت التب الجهاز ده في ان هو نفسه يحفز تصنيع كولاجين يحفز تقوية الكولاجين ويعيد بناء خلايا الجلد من جديد احنا اتكلمنا عن الفراكشنال ليزر بيعمل ايه بيعمل مايكروسكوبيك شانلز قنوات مايكروسكوبية المايكرو نيدلينج بيعمل قنوات مايكروسكوبية اللي من خلالها الجلد يعيد بناء نفسه فانت عملت حاجات كتير قوي حفزت الكولاجين من جوه الجلد وبقى ايه مستو ايه ميزه بقى المايكرو نيدلينج راديو فريكونسي الفيفاتشي عن الشويه الفراكشنال ليزر ذو ان الفراكشنال ليزر طبعا ما نقدرش نستغنى عنه لكن ادالنا فرصه ان احنا نعالج ناس بتجاعيد وندبات
ممكن تكون بشرتهم حساسه شويه للفراكشنال ليزر، الريكفري بتاعته سريعه. يعني ايه ريكفري سريعه؟ يعني بدل ما انا الفراكشنال ليزر ممكن اقعد 5 ايام وشي محمر وفي قشره وقاعد في البيت ممنوع تعرض للشمس، لا الفيفاتشي ممكن 3 4 ايام بالكتير وترجع لحياتك الطبيعيه. جميل جدا طبعا. خلينا نروح بقى معاك في الجزء الثاني، الجزء الثاني المتهم والجاني والبريء. جاني، متهم، ام بريء؟ من يستمر في التدخين رغم وجود تجاعيد، ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ هو يعني متهم و جاني على حق نفسه و بيهرج. هنعمل ايه طيب؟ هنعمل ايه؟ يعني ما هو قول لي، يعني انت بيدخل لك العيان بيشرب سجاير كانه فيلر بيشرب سجاير، طب انت فيلر شفايف، طب انا هطلع لازم اشرب سجاير، طب حضرتك لسه حقنا فيلر شفايف، انت بوتوكس عامله بي ار بي، استني شويه نفسنا يبطلوا او يقللوه، بس طبعا لازم نعرف ان هي بتضر كتير قوي يعني. 20 سنه تذهب للبحث عن حلول بالبلازماج، دي متهمه ولا جانيه ولا بريئه؟ البلازماج ولا البلازما؟ البلازماج. البلازماج، البلازماج ده هو بس عشان نعرفه للمشاهدين، هو جهاز برضه بيستخدم الراديو فريكونسي ولكن بطريقه بقى مختلفه، بعيد شويه عن الجلد، انا مش هدخل جوه الجلد، انا هبقى بعيد عن الجلد. الموجات التردديه دي هتعمل لي ايونايزيشن، يعني ايه؟ هتعمل لي ايونايزيشن للهواء اللي بين التب والجلد. يعني ايه ايونايزيشن؟ يعني بتحط الكترونز، بتمشي نقول موجه كهربائيه في الهواء، بيبقى ال ده بيعمل ايه؟ ده اللي هو بنسميه البلازما. البلازما اللي هي ده فورث ماتر، احنا عندنا الماده سوليد ليكويد جاز، جماد، سائل، ماء وهواء، اوكي، او جاز، اوكي. في ماده رابعه اللي هي الغاز المتأين، ايونايزد جاز، هو ده اللي بنسميه بلازما. بيعمل ايه ده؟ بيعمل قنوات برضو في الجلد، بيحفز الكولاجين، بيقويه، بس بتبقى تقويه اقوى شويه. ده بيعمل بقى ايه؟ ده بنستخدمه في ايه؟ ده بنستخدمه في الجفون، ترهل الجفون. عارف الناس لما بتكبر عند ال50 ال60 تبتدي تحس ان في ترهل جفون، الجفن بقى فيه تجاعيد وكرمشه. بنعمل الجلسات دي بتبقى جلسه 2 بتقعد سنه ونص، مبسوط جدا الجلد، الجفن اتفتح خالص، يعني بقى بيغني في حالات كثيره جدا عن جراحه شد الجفون اللي هي بليفاروبلاستي. نستخدمه في علاج، في نعمل ريجوفينيشن، علاج التجاعيد الخفيفه. ف نقدر نقول شابه في سن ال20 عايزه تعمل بلازماج لايه؟ ممكن نعمل لها بلازماج للنضاره، بيعمل زي تقشير خفيف للبشره من بره لو استخدمناه بطريقه معينه على البعد معين للجلد. طبعا نعمل تقشير لطيف وده يحسن نضاره البشره. في اوهام كتير جدا في دماغ الناس عن حلول التجاعيد، فخلينا نشوف الوهم والشك واليقين. وهم، شك، ام يقين؟ الجزء الثالث ده مهم قوي، هسألك فيه سؤال في البداية مهم جدا، من تؤمن بالزيوت بالوصفات الطبيعية وتذهب في هذا العالم إلى يعني إلى مدى بقى الهوس، كل يوم على الفيسبوك اطلع بقى الزيوت واحط على وشي وهو ده اللي هيعالج وتبدأ تنصح صاحباتها، يعني بيعملوا ساعات جلسة كده مع بعض، يقعدوا جنب بعض كده وكلهم إيه، زيوت وكريمات وزبادي وخيار كله، تلاقي مفيش ليمون، لا ليمون فيه، معرفش بقى بيحطوا ليمون يعني ماشي ليمون بقى ايا كان، ايا كان هيجيبوا مثلا، في ناس بقى مؤمنه بالملوخيه الناشفه، يعني معرفش بيعملوا ايه بالظبط، بس هي يعني كلام لطيف جدا. دول لا وهم ولا شك، ما هو اكيد عايشين في وهم، يعني ما هو لو مش عايشين في وهم ما كانوش هيجوا في الاخر برضه لينا يقولوا لنا طب انا كنت بستخدم الزيت الفلاني، بس في حبوب طلعت لي، انا كنت بحط بعمل ماسك كده عسل على ليمون على زب، بس عمل لي حساسيه رهيبه وحرق لي، طب ما او ما عملش اي او عمل لفتره وبعدين ما حسيتش بنتيجه، طب ما تلجئي للطبيب المختص. في
يعني ده احنا السوق مليء بالدكاترة والاطباء الممتازين. مصر يعني غنية بالدكاترة الممتازين في هذا المجال. ليه ما نستغلش الموضوع ده؟ ليه ما نلجأ لهمش؟ ليه ما نروح لهمش؟ ليه ما ندورش على حد ذو ثقة نقدر نلجأ له ونسأله ممكن نعمل ايه بدل الوصفات اللي طب هل دي هتعالج التجاعيد ولا هتعالج التصبغات ولا هتعالج حب الشباب ولا هتعالج بيستخدموها لكل حاجة؟ متخيلين ان هي هتعالج كل حاجة؟ طبعا ده وهم. لكل شيء علاجه وليس علاج واحد كمان. وهو ده اللي بيفرق طبيب عن الاخر ومؤسسة مؤسسة علاجية عن الاخرى. ان انا هل انا بلجأ لعلاج واحد او انا متوفر عندي تولز كتيرة ادوات كتيرة هقدر اختار منها وادخل اعمل كومبينيشن اعمل دمج لعلاجات مختلفة عشان اوصل لافضل نتيجة. ما في تكنولوجي في ساينس في علم لجمال البشرة لازم نستغله احنا كبشر لازم نستغله. السؤال الجاي ده سؤال مهم قوي. من يجري دائما فوق سن الخمسين شد وجه؟ طلبة عيانة جاية فوق سن الخمسين ده يبقى شد وجه. معتقد ده الكلام ده وهم ولا شك ولا يقين؟ لا مش يعني لو هو اعتقاد يبقى هو عنده شك. اوكي. لان ممكن يبقى شخص فوق الخمسين ولكن الترهلات ليست قوية. هو عايش حياة هيلثي بياكل أكل صحي بيشرب مية كويس محافظ على بشرته من الشمس بيستخدم واقي شمس بيستخدم كان بيعمل علاجات بانتظام كبلازما كدرمارال كدرمابان كفراكشنال ليزر بيحقن بوتوكس بيحقن واتفر. أكيد عند الخمسين مش هيبقى زي شخص آخر ما كانش بيعمل كل الكلام ده. فما اعتقدش ان ده هيلجأ للجراحة. ده هيبقى ممكن فيلرز ممكن خيوط تقدر تعمل له رفع او شد للترهل البسيط اللي موجود عنده في الوقت ده. هتبقى التجاعيد منطقة مهمة جدا في عقل كل ست وكل راجل بيخافوا طبعا منها. الستات بيخافوا اكتر بس الرجال عادي بيخافوا. ممكن التجاعيد تغير مسار انسان يعني يبقى نفسه يمثل او نفسها تمثل فتلاقي نفسها في الاخر مش قادره تقوم بالادوار اللي كان نفسها تقدمها. قامت بدور الام كان نفسها تقوم بدور البنت رغم انها صغيره لكن ادوها دور الام مش شايفين وشها في تجاعيد او عملت بوتوكس وعملت دور شريره او عملت بوتوكس بوظ لها خلاها تطلع بدور يعني تطلع دايما تبان كانها شريره وهي المفروض انها طيبه فالدور راح. احنا بنطلب منه دايما البوتوكس الابروتش بتاعه يختلف اختلف تماما كل حاجه الفيلرز البوتوكس في اخر سنتين ثلاثه الدنيا اختلفت كتير. تجاعيد لسه قدامنا فيها حوار كتير قوي قوي لكن ده حوار رائع جدا. نورتني وشرفتني ضيف العزيز القيمه العلميه المتميزه والاداء الرائع الاستاذ الدكتور يحيى حشيش كان كالعاده مبدعا في حوار هادئ جدا لكن زي ما بيقولوا تاور ذا بوينت في اتجاه النقاط المهمه جدا. الفيلر بوتوكس موقعه الخيوط الفيفاتشي بلاسماش كل هذه الادوات وكل هذه الاسلحه في محاربه هذا الوحش الذي عندما يتمكن ليس فقط من نفسيه الانسان من وجه الانسان ولكن يصل ايضا الى اعماقه النفسيه. وانت بتعالج تجاعيد واحده ست بنت سيده او حتى رجل لازم تعرف ان انت مع كل تجاعيده بتعالجها له بتعالج نفسيته لانه التجاعيد فعلا مؤثره عند ناس كتير جدا جدا. لازم نفهم الكلام ده وما نستخفش بيه في عقول من يشتكي منه وايضا في عقول من يعاني. خليكم دايما مع الناس الحلوه.